تصدير 78,000 رأس ماشية إلى مصر. الحكومة تمنح شركة أمطار الإماراتية ترخيصاً للعمل في مشروع سندس. أوبك نتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط في عام 2017. مشاهدونا الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الحدث الاقتصادي، نستعرض فيه طائفة من الأخبار الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية أيضا. نحن اليوم نناقش فيه دور أسواق المال في تمويل التنمية الاقتصادية. أهلا وسهلا بكم. منحت الحكومة السودانية شركة أمطار التابعة لشركة جنان للاستثمار الزراعي ترخيصاً للعمل في مشروع سندس البالغة مساحته 1,000,000 فدان، والذي يهدف إلى كفاية 10 ملايين نسمة من سكان خرطوم من الغذاء. وقال خالد مكتاش المدير العام لشركة أمطار الإماراتية حسب موقع أرقام أن دراسة المشروع أثبتت تميزه بالأراضي الصالحة لزراعة الفواكه والخضروات وتربية الأسماك والدواجن، لافتاً إلى أن الحكومة السودانية منحت الشركة 130,000 فدان أراضي صحراوية بالولاية الشمالية لاستصلاحها وزراعتها. وأشار إلى أن الشركة تتوقع أن يصل إنتاجها من الأعلاف الجافة إلى 200,000 طن ليرتفع إلى 310,000 طن تم الاتفاق على تصديرها إلى دولة الإمارات. كما تم تجهيز 1,500 فدان لزراعة القمح لدعم السوق المحلية في السودان. أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ترتيبات انتهاء العام المالي 2016 بهدف تعزيز سياسة الانضباط المالي المحاسبي وتأكيد ولاية المالية على المال العام والالتزام بقفل حسابات الحكومة في المواعيد المقررة بانتهاء العام. أصدر ديوان الحسابات بالوزارة منشوراً مالياً صدق بموجبه بصرف الأجور لجميع العاملين في الدولة عن شهر ديسمبر الجاري بتطبيق هيكل الأجور الموحدة لسنة 2013، منشور ديوان شؤون الخدمة لسنة 2013 أيضاً، وتطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2016، منشورات ديوان شؤون الخدمة الخاصة بالعلاوات والبدلات. وحدد المنشور 27 من ديسمبر الجاري موعداً أقصى لاستكمال إجراءات الصرف وفق الضوابط المعمول بها بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. وقعت السودان وتركيا مذكرة حسن نوايا للتعاون في المجال المائي بين البلدين. وقع المذكرة عن الجانب التركي وزير الغابات والموارد المائية وسيل أوروغلو، وعن الجانب السوداني وزير الموارد المائية والري والطاقة الكهربائية معتز موسى. ونقلت وكالة الأناضول عن أوروغلو قوله خلال مراسم توقيع المذكرة بالعاصمة أنقرة أن إفريقيا تعتبر أرض الأصدقاء والأشقاء دائماً بالنسبة لتركيا، وأن بلاده تدعم الدول الإفريقية لتحديد مصيرها ولتنعم بالحرية والرخاء والاستقرار والأمن. بحث مساعد الرئيس دكتور عوض أحمد الجاز مسؤول ملف تطوير العلاقات السودانية مع دول الصين والهند وروسيا اليوم الأربعاء مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الهند بما يمكن دفعها إلى الأمام، مشدداً على ضرورة تفعيل الشراكات. استقبل الجاز وفداً هندياً برئاسة بالا باسكال المساعد المشترك للشراكات الاقتصادية بوزارة العلاقات الخارجية الهندية رئيس الجانب الهندي في لجنة التشاور السياسي بين البلدين. وأمن الجانبان على ضرورة تفعيل الشراكات بين البلدين في كافة المستويات. وأوضح الجاز أن السودان قدم عدداً من مشاريع الشركة للجانب الهندي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع وجدت قبولاً من جهتهم. كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان سر الخاتم عبد القادر عن تكوين لجنة فنية مع اتحاد أصحاب العمل لزيادة الأجور في القطاع الخاص، ودعا إلى تركيز التدريب للعاملين على أساس السلامة والصحة والمهنية. وقال عبد القادر الذي خاطب ورشة تدريبية عن العمل الحر والحرفي أن القطاعين العام والخاص يحققان التكامل في بناء الاقتصاد السوداني. إلى ذلك حيا رئيس المجلس التشريعي بالخرطوم صديق محمد علي الشيخ جهود العمال ووقفتهم في تحقيق الاستقلال والمضي قدما في بناء السودان.
أعلن الأستاذ الطيب مصطفى أبو جناية مدير شركة رواتر للاستشارات المالية والإدارية أن جملة أصول شركة السودان للأقطان المبدئية بلغت 208,864,318 دولار. وقال خلال تقديمه للتقرير المبدئي لتقييم الأصول الثابتة وإعداد سجل الأصوات شركة السودان للأقطان في اجتماع عقد صباح اليوم بقاعة الشارقة، حيث بيّن تقرير شركة رواتر الاستشارية المقيمة للأصول أن قيمة الأراضي التابعة لشركة الأقطان 190,180,750 دولار. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنه تم الاتفاق على استيراد 78,000 رأس ماشية من السودان لطرحها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري اللواء محمد علي مصلحي بأن أول شحنة من التعاقد وصلت إلى أبو سمبل في أسوان والغردقة، حيث تم ذبحها في المجازر المصرية وطرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل والأهرام والإسكندرية والمنافذ الحكومية لوزارة التموين. مشاهدينا إلى فاصل، بعده مباشرة إلى ملف اليوم. أغلق مؤشر الخرطوم هذا الأسبوع مرتفعا عند 3034.576 نقطة، انخفض حجم التداول من 48,085,796 جنيها إلى 19,352,150 جنيها بنسبة انخفاض بلغت 59.75%. كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 106,323 ورقة مالية إلى 76.44 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت 28%. وانخفض أيضا عدد الصفقات المنفذة من 316 صفقة إلى 278 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 12%. باتت سوق الأوراق المالية تشكل رأس الرمح في عملية التنمية الاقتصادية للدول والحكومات، لكونها أهم الآليات لجمع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المختلفة، فضلاً عن تمويل المشروعات الإنتاجية الضخمة، وهو الأمر الذي منحها اهتماماً متزايداً في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. يعتبر سوق الأوراق المالية من أهم آليات اقتصاد السوق، بوصفه مصدراً من مصادر التمويل التي تلجأ إليها الدول لتحقيق النمو الاقتصادي وضمان استمراريته بالاعتماد على توفير الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات وتوسيعها، وذلك من خلال إصدارها الأوراق المالية أسهماً كانت أو سندات. وتنتهج الدول عدة طرق في تأمين التمويل لمشروعاتها التنموية الخاصة، سواء بالتمويل الذاتي أو من خلال اللجوء إلى الجهاز المصرفي بالتمويل المباشر أو غير المباشر، والذي يسمح للمؤسسات بالحصول على الموارد المالية من الجمهور، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أخرى مباشرة، ودون وساطة المؤسسات المالية، وذلك من خلال آلية السوق المالي. ويعتبر قرار تمويل المؤسسة بواسطة البورصة أي السوق المالي قراراً مهماً يحتاج لكثير من الدراسة والتحليل، وهو بمثابة انتقال المؤسسة من حالة رأس مال مغلق تحوز عليه مجموعة قليلة من المساهمين إلى حالة انفتاح لرأس المال. المؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبيرة تسعى باستمرار لتوسيع نشاطاتها، مما يتطلب منها توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وعندها يصبح اللجوء إلى سوق الأوراق المالية ضرورة حتمية وليس خيارا تتعدد حياله البدائل. لمزيد من التفصيل أرحب بالخرطوم بالأستاذة مريم عمر محمد الخير، خبيرة في الأوراق المالية ومدير عام شركة هارفست للخدمات المالية. أستاذة مريم أهلا وسهلا بك. مرحبا بالسودانية 24، ونتمنى أن نقدم معلومات مفيدة. في البدء أستاذة مريم نود منك أن تشرحي لنا أو تعرفينا عن مصطلح الأوراق المالية. نعم،
الأوراق المالية هي عبارة عن أصول تستند، أوراق مالية هي أصول تستند عليها الإدراجات، وتكون في شكل سندات أو أسهم. السهم هو حصة، فمالك السهم هو شريك، بينما السند هو مالك السهم هو دائن للشركة، له مدة محددة وله ريع محدد. البديل الإسلامي للسند هو الصك، فنحن لأن النظام الإسلامي في السودان نتعامل بالصكوك، فما يتداول في الأوراق المالية هو الأسهم والسندات. بالإضافة لأنه في الخارج تكون هنالك أسواق للسلع، أسواق للفوركس اللي هي العملات، وأسواق للمشتقات، والعديد من الإضافات في الأسواق الخارجية. المتعاملون في البورصة أستاذة مريم، هل هم أفراد أم مؤسسات؟ المتعاملون في البورصة يتنقسموا إلى 4 أنواع. مفروض الجهة الأولى اللي هي صناديق المعاشات والتكافل والتقاعد، باعتبار أنهم مسؤولين، لديهم اشتراكات وعليهم استحقاقات، فهم مسؤولين من الالتزام بتسديد الاستحقاقات أو معاشات حملة المعاشات في أوقاتهم، فبالتالي بيحتاجوا أنهم يستثمروا هذه الأموال حتى توفي بالالتزامات. بعدهم بتجي البنوك أو بنوك الاستثمار. البنوك طبعا أيضا تستثمر فوائضة من الأموال، ولها الحق والقدرة المالية أنها تستثمر للناس محافظهم. ثم يأتي بعد ذلك شركات التأمين، وفي الجهة الرابعة هم الأفراد الذين يستثمرون فوائضهم أو مدخراتهم. إذن أستاذة مريم، أهمية سوق الأوراق المالية في الاقتصاديات الوطنية والدور اللي بيلعبه في البورصة في تنمية الاقتصاديات المحلية. السوق المالي هو مرآة الاقتصاد. يعني شنو مرآة الاقتصاد؟ يعني أي مستثمر يريد يدخل البلد، أو أي شخص يرغب يعرف عن اقتصاد البلد، مدى النشاط الاستثماري فيها، مفروض يطلع على سوق الأوراق المالية ويجد فيه كل المعلومات والبيانات التي توفي باحتياجه. فعشان كده دائما إذا كان في أي هزة في اقتصاد أي بلد، بتأثر دائما أول شيء تلاحظ أنه الأسواق تأثرت، انهارت الأسواق. ده سبب أنه هو المرآة الأولى للاقتصاد. هل الشركات المتواجدة في أي دولة كلها تقوم بالاشتراك في سوق الأوراق المالية؟ والله هذا يختلف من بلد إلى بلد. عادة في الأسواق المتقدمة تجد أن معظم الشركات هي شركات مساهمة عامة، وبالتالي هي شركات مدرجة في السوق. بعض الشركات تفضل أن تمتاز بالعائلية، الشركات العائلية تفضل أن لا تدرج في الأسواق المالية. لكن دائما في خلال دراساتنا نحن ودراسات السابقين لنا، الشركات العائلية دائما عندها عمر تنتهي. أما الشركات المساهمة العامة لأنه بتدخل خبرات جديدة في الإدارة، بتعمل نوع من التطور وإضافات، فهي دائما الأبقى والأقوى في الاستمرار. فننصح بأنه كل الناس تميل إلى الاكتتاب والإدراج في الأوراق المالية، أو في سوق الأوراق المالية، والعمل كشركات مساهمة عامة عشان تقدر تسهم في الاقتصاد وتدعم موقفها للبقاء. إذن أستاذة مريم، هناك في أي استثمار أو أي مؤسسات هناك معوقات، ما هي المعوقات للاستثمار في سوق الأوراق المالية؟ كما ذكرت أن السوق هو مرآة للاقتصاد، فعندما تكون في الاقتصاد في تحديات زي اقتصاد السوداني، فنلاحظ بأنه السوق طوالي بينعكس بنفس الشكل، بيكون تواجهه تذبذبات في سعر العملة، عدم انتظام في القوانين، تغيرات في القوانين، كل ذلك يقلل من فعالية السوق في أداء دوره الفاعل في الاقتصاد. أستاذة مريم، أريد أيضا أن أرحب عبر الهاتف بالدكتور وائل السلمان، خبير الأوراق المالية ومستشار شركة نوازل التقدم القابضة في السعودية. أستاذ وائل أو دكتور وائل، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. أود في البداية أن أشكر القائمين على البرنامج في مشاركتي، إن شاء الله أكون مشاركة مفيدة ومثمرة. أستاذ وائل أو دكتور وائل، في البدء أود أن أسألك، ما هي الفائدة الاقتصادية من قيام الأسواق المالية؟ الفائدة الاقتصادية من طبعا زي ما أود أن أكرر برضو كلام الدكتورة مريم، بأنه السوق المالي هو مرآة للاقتصاد الوطني، وهو بيحقق الكثير من المزايا إذا حبينا ندرك بعضها بشكل مفضل وبشكل سريع.
ان هو بيعمل على تنميه الاقتصاد القومي، يعني بيشجع توجيه المدخرات للاستثمار في الاوراق الماليه، يساعد في تحويل الاموال من الفئات اللي لديها فائض هم مقرضين للفئات التي لديها عجز من المقترضين، بتساهم في تمويل خطط التنميه عن طريق طرح اوراق اموال ماليه حكوميه في تلك السوق، بتساهم في دعم الائتمان الداخلي والخارجي، بتساهم في تحقيق كفاءه عاليه في توجيه الموارد للمجالات الاكثر ربحيه، وده بينعكس شموليا بنمو وازدهار الاقتصاد. هل تتفق معي دكتور وائل ان ثقافه اسواق المال ما زالت ضعيفه في مجتمعاتنا الحاليه؟ نعم اتفق معك، اتفق معك، وهي تحتاج الى وعي لانه ما زالت الناس بتتجه الى استثمار سريع بدون دراسه، وبيفتقدوا لنقطه مهمه جدا، ان المتداولين والمتعاملين في السوق لابد ان هم يستندوا الى نوعين من التحليل، التحليل الاساسي والتحليل الفني والتحليل الاساسي. التحليل الفني اللي هو اسلوب يفحص الاوراق الماليه، تحركات الاسعار، الاسهم، يستخدم الرسوم البيانيه حتى انه يعرف متى يشتري السهم او يبيع او يحتفظ به. والتحليل الاساسي انه يفحص القوائم الماليه حتى يعلم القيمه الحقيقيه العادله للسهم. فالكثير من الناس بتعتقد انه الدخول في البورصه هو استثمار قصير الاجل، وبالتالي ينتج عنه خسائر، وبالتالي بينسحب الناس وبينصرفوا عن سوق الاوراق الماليه، وده بيحتاج الى وعي بشكل دائم. دكتور وائل، دائما ما وصف الاستثمار في الاوراق الماليه بالاستثمار الخطر، لماذا مرتبطه الخطوره والخساره ايضا في سوق الاوراق الماليه؟ لانه سوق خطير، في حركه، يحتاج الى وعي، يحتاج الى دراسه، وكثير من المتداولين ما بيكون عندهم خلفيه من ناحيه كيف يستخدم التحليل الفني وادوات التحليل الفني، تمام، وبمجرد توصيات، فده الامر اللي بيؤثر عليه انه بتحصل خسائر. طيب دكتور وائل، الاليات الممكن من خلالها اتخاذها لتفعيل دور اسواق الماليه وجذب المساهمين للدخول والاستثمار في الاسواق الماليه؟ الاسواق الاوراق الماليه بوجه عام وخاصه العربيه حدثت فيها طفرات في الاونه الاخيره، حدثت فيها طفرات سريعه بدات تتصف بالمواصفات العالميه، من انه يكون في شفافيه وافصاح، ويكون في حوكمه، في اتجاه حوكمه الشركات، ولانه بتسعى هيئات سوق المال، هي الهيئات المنظمه، الى حمايه صغار المستثمرين وكبار المستثمرين، فده من خلال دائما تفعيل القوانين اللي بتدعو للافصاح والشفافيه. عودة إليك دكتورة مريم في من الخرطوم، ما هو دور صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية في السودان؟ صناديق الاستثمار لها دور كبير في التنمية الاقتصادية في السودان، والجيد والجدير بالذكر والجيد أن لدينا في السودان قانون ينظم إصدار الصناديق الاستثمارية، أصدر في سنة 1995 قانون صكوك التمويل، وصراحة هذه محمدة للأنظمة والاقتصاد في السودان أنه لديه قانون، فأغلب الدول ليست لديها قانون ينظم صكوك التمويل. هذا القانون تم تعطيله قريبا واستبداله بقانون هيئة سوق المال الذي أصدر أخيرا. فهذا القانون يقسم أنواع الصناديق الاستثمارية، صناديق التمويل، ويضع ضوابط لطريقة الإدارة وطريقة التعامل مع المدير الفني للصندوق والمدير المالي. هذه الصناديق مفترض أن تكون هي الوجهة للمستثمر، لأنها لديها بالهيكلة الموجودة فيها لديها القدرة على أنها تستخدم آليات التحليل المالي كما تفضل الدكتور وائل، آليات التحليل المالي الفني والتقني، أنها توظف عدد من المستشارين يكونوا هم لهم القدرة على تمكين الصندوق في اختيار الاستثمار الصحيح وضبطه وتوظيفه وإدارته وحسن إدارته. كيف يتم اختيار الاستثمار الصحيح والاستثمار الخاطئ؟ طيب، لما تكون مستثمر عن طريق صندوق، أكيد للصندوق هيئة استشارية وله إدارة كفأة ومؤهلة لإدارة هذا الاستثمار. قبل أيام، ما لا يفوتني أن أذكر، قبل أيام كان عندنا استضافة كريمة، كنا استضفنا حتى الدكتور وائل السلمان كان من ضمن المشرفين السودان وضيفا عزيزا علينا مع مجموعة من المستثمرين السعوديين في تجربة إدخال صندوق استثماري يعمل في تنمية الصادرات الزراعية. هذا الصندوق ما يميزه
هو بمبادرة كريمة من شركة زبيدة موتورز وشركة هارفيس للخدمات المالية، وقد كنا مستشارين في تاريخ هذا الصندوق لشركة زبيدة موتورز، وتوصلنا لأن يكون هذا الاستثمار عبر صندوق، وصندوق به استثمارات سعودية. هذه ستكون سابقة لنا لتشجيع الاستثمار المقنن المدروس المدار بطريقة صحيحة. هذا الاستثمار يهدف إلى تنمية القطاعات الإنتاجية خاصة في قطاع الصادر، والجميل والجيد فيه أنه عمره متوسط الأمد، يعني عمر الصندوق المقترح الذي أجيز في الورشة العمل التي عقدت، أجازت صندوق بخمسة مليار ريال سعودي. هذا الصندوق عمره 7 سنوات، يبدأ في الاستثمار في البنية التحتية ثم الميكنة والتقنية والنقل واللوجستيك، فيساعد وصول الصادر يعني ترقية الصادرات السودانية، وبالتالي سيكون موديل أو اختراق لنموذج صناديق تكون تعمل في تنمية الاقتصاد السوداني وترجع ببلدنا السودان، لأنه يكون هو سلة غذاء العالم حقيقة وفعلا. وأتمنى أن تحتذي، يعني أن يوفق هذا الصندوق في أنه يعمل بالشكل الصحيح، وتحتذي أغلب المستثمرين التوجه لأن يكون استثمارهم عبر الصناديق الاستثمارية وليس الاستثمار الفردي المباشر. أستاذة مريم، مؤخرا نتحدث عن آفاق تطوير الأسواق المالية السودانية، فكيف يتم تطويرها؟ التحدي بالنسبة للأسواق السودانية كبير. بسوق الخرطوم رغم الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة المالية وإدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية للتطوير، فهم دائما يعني يعملون على تطوير السوق وإدخال إضافات جديدة، فقد تحولوا للتداول الإلكتروني قبل فترة، ثم أدخلوا عدد كبير من الأنظمة والقوانين التي تساعد، لكن التحديات أكبر. أعتقد أنه يجب أن لا نعتمد على إدراجات الأسهم، أن نركز على إدخال المحافظ والصناديق الاستثمارية، ويجب أن يكون في فعالية أكثر في تشجيع إصدار الصناديق، ويجب الاهتمام أكثر بالشركات المديرة والمدرجة لهذه الصناديق. أقترح حتى المحافظ الصغيرة أن يتم رعايتها في شكل حاضنة من السوق، ثم نخرج بها لأن تكون مدرجة ومقابلة للتداول. ممكن مشروعات بمبالغ قصيرة يرعاها صغيرة جدا يرعاها السوق، ممكن تنجح في إنها تنمو وتبقى محافظ كبيرة الأمد وتخرج بالسوق، لأنه يكون في مصاف الأسواق العالمية والأسواق العربية، وده هدفنا في سوق الخرطوم للأوراق المالية. عودة لك دكتور وائل، ما زلت معنا من السعودية. الرابط بين أسواق المال المختلفة وشكل العلاقة بينها كيف يكون؟ أسألك عن الرابط بين الأسواق المالية المختلفة وشكل العلاقة بينها كيف يكون؟ الأسواق المال العالمية. نعم. إحنا بنرى إنه من أفضل 10 بورصات في العالم، اللي هي بورصة وول ستريت وبورصة طوكيو والناسداك ويورو نيكست لندن وفرانكفورت وشنغهاي وتورونتو ومدريد وبومبين. ولو طلعنا على الأسواق العربية هنجد إنه من أقدم البورصات اللي كانت موجودة بورصة القاهرة وإسكندرية، اللي كانوا في عام 1883. لكن لو طلعنا على البورصة السعودية هنجد إن هذه البورصة رغم إنها بورصة جديدة وواعدة، إلا إن هي اليوم بتصنف في مصاف البورصات العالمية ووصلت إلى المرتبة 11. ده من خلال تفعيل الجوفرنر حوكمة الشركات، الاتجاه في الوصول للمعايير العالمية من خلال شبكة معلومات رائعة جدا. كل هذا أدى إلى تهيئة الاستثمار وإلى قدوم المستثمرين الأجانب، وإلى أن يكون في تفاعل مباشر ما بين البورصات العالمية والبورصات العربية. إذن دكتور وائل، كيف يتم تصنيف هذه البورصات العالمية من حيث الجودة وكثرة الأوراق المالية المتداولة وقيمتها السوقية العالية؟ هي بتصنف من خلال عدد الشركات المدرجة ومن القيمة الرأس المال المطروح فيه المتداول فيه، ومن قيمة الإفصاح والمعلومات اللي بتكون موجودة ومتوفرة فيها. هل عدد الشركات المشاركة بكثرة الشركات تكبر هذه الأسواق المالية؟
لا شك انه هو مؤشر. يعني احنا لو طلعنا على سوق بورصه زي بورصه يورو نكست هنجد ان هي ناتجه عن دمج في عام 2000، دمج سوق بروكسل وامستردام وباريس مما ادى الى الرواج. لو طلعنا على سوق فرانكفورت هنجد انه 90% من الاسهم الشركات الالمانيه موجوده فيه. ده مؤشر، بيكون مؤشر قوي لقوه السوق. هل هناك فرق بكثرة الشركات الحكومية أو دخول القطاع الخاص في هذه الأسواق المالية؟ هو لا شك أنه كلما كثرت الشركات، وده اللي موجود برا، لأن إحنا لما نجد في أوروبا وفي أمريكا أنه كثرت الشركات المساهمة وتفضل الملكية عن الإدارة، فتجد كثير من الشركات اللي هي مدرجة في السوق والاتجاه إلى تشجيع هذه الشركات أنها تدرج في السوق. كيف يتم تشجيع هذه الشركات بإدراجها في السوق؟ كيف يتم تشجيع الشركات أن تدخل إلى سوق الأوراق المالية إذا كانت من القطاع الخاص خصيصاً؟ يعني البورصة هي نوع من أنواع تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية الملكية تبع الشركات، فهي وسيلة من وسائل الأفضل بدل من اللجوء عملية الاقتراض، إن أنا أدور على الأسهم وأطرح أسهم في البورصة، وده بينعكس على قوة الشركات وبينعكس على الاقتصاد الوطني. إذا أعود إليك أيضا دكتورة أستاذة مريم معنا من الخرطوم، الأدوات تمويل المؤسسات عن طريق بورصة الأوراق المالية. أود أن أضيف في تجربة على مداخلة الدكتور وائل في تجربة إدخال الشركات، هذه التجربة صراحة تحتاج إلى جهد مضاعف مننا في السودان حتى نزيد عدد الشركات المدرجة، لأنه السوق في سوق الخرطوم عدد الشركات المدرجة قليل. كان لدي تجربة في سلطنة عمان في سوق مسقط للأوراق المالية، كان تقوم في لجنة مفوضة من المالية والتجارة، جماعة الوزارات المؤثرة على الاقتصاد، تتجه إلى ملاك الشركات العائلية وتزورهم في مكاتبهم وتعقد لهم شرح عن أهمية الإدراج والفوائد التي ستجنيها الشركة، وتكون اللجنة مفوضة بمنحهم كل الحوافز التي تشجعهم على الإدراج في السوق. فكانت تكون زيارة يوم بعد أسبوع تكون الشركة خلاص أدرجت. فيجب أن نبذل جهدا أكثر نحن في السودان خاصة لإدراج الشركات. سألتني عن الأدوات، أدوات تمويل المؤسسات عن طريق بورصة الأوراق المالية وعن طريق البورصة. التمويل عبر الأوراق المالية هو تمويل صراحة مهمل عندنا في السودان، لأنه هو تمويل أسهل أقل تكلفة. الناس تلجأ إلى التمويل عبر البنوك، والبنوك ليست مؤهلة لتمويل المشروعات الكبيرة، لأن البنوك علي وراها حملة الودائع، يطالبون بأرباح ورؤوس الأموال أيضا قليلة، فالصناديق الاستثمارية غالبا ما تكون كبيرة والمشروعات كبيرة، في تحتاج لتجميع وحشد موارد، وهي صفة الصندوق. الصندوق عبارة عن حشد للموارد وتوجيهها للتمويل في المشروعات. وكل الدول العربية زي دبي مثلا، منطقة دبي بنيت أغلبها بالصناديق الاستثمارية، الصناديق الاستثمارية العالمية. ففكرة الصناديق هي البديل للتنمية أكثر من التداول في الأوراق. التداول والمضاربة هذه روح السوق، نشتغلها للأفراد، للمؤسسات، للتخارج. إذا أنت تشجعين الاستثمار عن طريق صندوق أو بورصة الأوراق المالية عن طريق البورصة أجود من التمويل من البنوك؟ والله لأنه التمويل البنوك بتكون دخلت كمتمول من البنوك في مخاطر الائتمان، ثم أنت تحتاج أن توفر ضمانات قد لا تكون ممنوحة، لكن لما نعمل صندوق فبنكون أخذنا بضمان المشروع وحشدنا رأس مال أكبر، ولدينا القدرة، الصندوق عنده القدرة المالية التي يوظف فيها مستشارين ومديرين مؤهلين للصندوق ويعد دراسات جدوى متخصصة، ويكون عنده القدرة على الإدارة. ففارق كبير ما بين الاستثمار عبر البنوك والاستثمار، ولكل وقته يعني، ولكل دوره. دكتور وائل، أعود إليك باعتبارك ملم بالاقتصاد السوداني بشكل كبير، كيف يمكن أن تساعد سوق الأوراق المالية في دعم الاستثمار في السودان؟ يمكن أنا أود أن أؤكد على فكرة الدكتور مريم بأهمية صناديق الاستثمار، وأن البورصة بتمثل توسيع في قاعدة الملكية، وده الذي ينعكس على قوة الشركات المدرجة. لكن أنا بؤكد على أنه فكرة صناديق الاستثمار فكرة جدا هامة،
وان صناديق الاستثمار لان بتمثلي احد اساليب الاستثمار الجماعي اللي هي بترتبط بسوق الاوراق الماليه وبتؤدي الى وسيله لتامين عمليات تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق انها تربط المدخرات الوطنيه باسواق المال وجانبا حقق حمايه المستثمرين. صناديق الاستثمار عباره عن بناء مالي يجمع اداره اموال المستثمرين في من خلال اداره محترفه اداره لها من الخبرات اللي تقدر انها تعمل على تنويع الاستثمارات ووضع اهداف مختلفه. فانا اشجع تماما على صناديق الاستثمار واجدها انه هذه من متطلبات دفع عجله الاقتصاد الوطني. اعود اليك دكتور استاذه مريم. تعتبر البورصه ضروره اقتصاديه تلجا اليها المؤسسات للتمويل دائما. ما تعليقك على هذه المقوله؟ ايوه، البورصه دائما هي ملجا للاستثمار وملجا للتمويل لانها عندها القدره زي ما ذكرت لانشاء صناديق استثماريه، محافظ اذا لم يكن صندوق، امكانيه دراسات، امكانيه تلاقح. لا يفوتني ان اذكر لقائنا مع الدكتور وائل السلمان ومجموعة اليحيى ومجموعة نواظر التقدم، دكتور القحطاني ومجموعة صالح الدياب، مجموعة النفيسة، هم مجموعة من المستثمرين كانوا معنا في الأسبوع السابق في بخصوص إصدار الصندوق اللي كلمتكم عنه في تنمية الصادرات، وكانت هذه بالنسبة لنا تجربة يعني كبيرة في تلاقح الخبرات السودانية والخبرات السعودية، ولمسنا لديهم يعني خبرات عالية وحد بصراحة على إنجاح هذا العمل وتطويره، وحد على المنتج السوداني البسيط اللي هو في مناطق الإنتاج. فهذا النوع من الاستثمارات أفتكره هو المخرج لاقتصادنا. فأنا بسمن الفكرة بتاعت إنشاء الصندوق وبشكر الأخوة من السعودية وبتمنى من الحكومة في السودان هنا إنه تديهم كل الرعاية وتديهم كل الحوافز المطلوبة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار، لأنه هو البريك ثرو للخروج من البوتل نيك اللي حنخش فيها في الاقتصاد أو العمق الزجاجة، حيحل المشاكل التجارية في صادرنا، حيطور تقانة الصادر. فحتى برضو كمان لما يكون عندنا صندوق موجود في السودان وهنالك صندوق موجود في السعودية أو في الخليج بيشجع على تبادل الخبرات بين الأسواق، بيشجع على ما يسمى بالإدراج المتقاطع بين الدول، بيكون في علاقة بين السوقين، فده بيخلينا نتبادل الخبرات مع بعض وننمو مع بعض. أستاذة مريم، ما هو تقييمك لعلاقة سوق الأوراق المالية السودانية بالأسواق المالية في المنطقة العربية أو في المنطقة الإقليمية بشكل عام؟ نعم، طيب السوق لديها تجربة إدراج متقاطع مع أبو ظبي، سوق الخرطوم للأوراق المالية لديها إدراج شركة سوداتيل وبنك السلام أيضا تجربة إدراج متقاطع، لديهم علاقات مع البورصة المصرية، لديهم علاقات مع سلطنة عمان والكويت، والآن سيعتبر هذا الصندوق الذي تكلمنا عنه فرصة للإدراج المتقاطع مع السعودية. فنحن في سوق الخرطوم للأوراق المالية افتكر نتجه نحو العالمية وهذا هو المطلوب. أستاذة مريم عمر محمد الخير، خبيرة الأوراق المالية، مديرة عام شركة هارفست للخدمات المالية، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. كما عبر الهاتف أيضا دكتور وائل السلمان، خبير الأوراق المالية ومستشار شركة النواظر التقدم القابضة للسعودية، شكرا جزيلا لك أيضا. شكرا لك، وأنا أتقدم بقاعد الشكر على الحفاوة والكرم باستقبال الضيافة للفترة اللي احنا قضيناها في السودان. شكرا جزيلا دكتور وائل. شكرا أستاذة مريم، شكرا جزيلا لك أيضا. الله يبارك فيك، شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل ننتقل إلى أخبار الولايات. أهلا بكم مجددا إلى أخبار الولايات. شدد والي كسلة بالإنابة دكتور إدريس فكي علي على ضرورة البدء في تشغيل مسلخ كسلة الحديث وتنسيق مع محلية كسلة، مشيرا إلى أن تشغيل المسلخ سيسهم بصورة كبيرة في تحريك قطاع الثروة الحيوانية. وبحث إدريس فكي لدى لقائه ممثلي إدارة مسلخ كسلة الحديث المنفذ عبر مجموعة الشيخ سعيد حامس لوتاه الإماراتية، بحث الترتيبات اللازمة والسبل الكفيلة لبداية تشغيل المسلخ الذي تم افتتاحه على يد رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية في 12 من الشهر الجاري.
وقعت وزارة الزراعة والغابات والري بولاية النيل الأبيض بمكاتب مفوضية الاستثمار بالولاية اليوم مذكرة تفاهم مع المستثمر السعودي لافي بن سعد بن نايف العتيبي للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بمشروع خورجول في مساحة تقدر ب 990 فدانا. وشهد مراسم التوقيع اليوم بولاية النيل الأبيض بمكاتب مفوضية الاستثمار بالولاية الدكتور محمد عبد الله عمر وزير الزراعة والري والغابات والأستاذ مصطفى يوسف البر مفوض عام الاستثمار بالولاية. وقد اتفق الجانبان على أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة إنتاج بين المستثمر ومزارعي مشروع خورجول الزراعي المروي. أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي في جلسته اليوم بيان أداء وزارة الزراعة للفترة بين يناير وحتى سبتمبر 2016 وخطة العام 2017، وذلك بعد إجازة تقرير لجنة الزراعة حوله والذي قدمته للأستاذة ساجدة يعقوب رئيس اللجنة. وأشادت رئيسة اللجنة في تقريرها بأداء الوزارة وبجهدها المبذول في زيادة الإنتاج والإنتاجية مثمنة دور الصناديق العاملة في مجال الزراعة، وشددت على ضرورة الاهتمام بصحة الحيوان والمحافظة على الولاية ضمن قائمة المناطق الخالية من أمراض الحيوان وزيادة التلقيح الصناعي وتحسين النسل. أودع مدير جهاز المراجعة القومي بولاية شمال دارفور محمد أحمد النعيم منتضد المجلس التشريعي بالولاية تقرير مراجعة حسابات الولاية عن العام 2015، ذلك في جلسة المجلس الدورية التي عقدت اليوم برئاسة عيسى محمد عبد الله رئيس المجلس. وأوضح مدير المراجعة أن التقرير قد اشتمل على خلاصة التقارير التفصيلية للوحدات الحكومية التي تمت مراجعتها بالولاية، مشيرا إلى أن جملة الوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة تبلغ 58 وحدة، تم مراجعة 30 وحدة منها فيما تجري مراجعة 21 وحدة، وبقيت 7 وحدات أخرى لم تتم مراجعتها. أعلن البنك الدولي عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان بولاية كسلة بإجمالي تمويل قدره 1.7 مليون دولار، منها 2.2 مليون دولار من حكومة السودان والشركاء. تستهدف المرحلة الثانية من المشروع 10 مجتمعات بأربعة من محليات الولاية، وذلك امتداداً للمرحلة الأولى المنتهية في مارس من العام الجاري التي حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم تنفيذها في 6 محليات من محليات الولاية بتكلفة بلغت 3.8 مليون دولار. تشهد أسعار المحصولات الزراعية بسوق تندلتي للمحاصيل زيادة مطردة، وشهد سوق أمس واليوم ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحصولات الزراعية، حيث بلغ سعر قنطار السمسم الأبيض 515 جنيهاً بدل 490 جنيهاً، وقنطار السمسم الأحمر بلغ 500 جنيهاً بدل من 480 جنيهاً، وقنطار الفول السوداني 240 جنيهاً بدلا من 225 جنيهاً، وقنطار الكركديه 750 جنيهاً بدلا من 650 جنيهاً، وجوال حب البطيخ 650 جنيهاً بدلا من 600 جنيه، بينما انخفض أردب الذرة الفتريتا 480 جنيهاً بدلا من 520 جنيهاً. وعزى أحمد الفكي مدير سوق المحصولات تندلتي أسباب ارتفاع الأسعار لدخول عدد كبير من الشركات في شراء المحاصيل، مما أدى إلى تحسين الأسعار وبالتالي زيادة حجم الوارد للسوق. بعد الفاصل ننتقل إلى أهم الأخبار الإقليمية والعالمية. عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية الخميس بدعم من ضعف الدولار المنتجين والتفاؤل في خفض دول أوبك وخارج أوبك بخفض الإنتاج لدعم الأسواق، إلا أن المكاسب التي حققها النفط كبحتها الزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، تزامناً مع تصريحات بأن ليبيا تتوقع زيادة إنتاجها
من النفط خلال الأشهر القليلة القادمة. وارتفع خام تكساس الوسيط 13 سنتا ليصل إلى 52.62 سنتا، وبرميل بعد الإغلاق الجلسة السابقة على انخفاض 81 سنتا. قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية يوم الخميس أن التضخم في منطقة اليورو سيتجاوز 1% مع حلول العام الجديد، ليصل إلى مستوى لم يسجله منذ نهاية العام 2013 في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة النمو العالمي. وقال البنك التوقعات متوسطة الأجل للأنشطة العالمية ما تزال تشير إلى نمو قوي وإن كان بوتيرة أقل من الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية. وبشكل إجمالي يبدو النمو متماسكاً في الاقتصادات المتقدمة ومتراجعاً بشدة في اقتصادات الأسواق الناشئة. توقع رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك طلال العذبي يوم الخميس في مؤتمر بالقاهرة عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط ما بين الربع الأول والثاني من العام المقبل. وتوصل منتجو النفط من داخل منطقة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها في العاشر من ديسمبر كانون الأول لأول اتفاق مشترك منذ عام 2001 على خفض الإنتاج من خارج المنظمة بواقع 562 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى خفض قدرته 1.2 مليون برميل يومياً، وكانت أوبك وافقت عليه في وقت سابق. قال القائم بأعمال وزير النفط الليبي مصطفى صنعلا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن بلاده انسحبت يوم الخميس من مؤتمر أوبك المنعقد في القاهرة احتجاجاً على طريقة انتخاب الأمين العام للمنظمة. وأضاف صنعلا للصحفيين تم التمديد للأمين العام الحالي للمنظمة بطريقة اللوبي ونحن نعترض تماماً على ما تم اليوم، وأشار إلى أن الإجراء غير مهني وغير عادل لجهة أن الأمين الحالي أمضى 9 سنوات في منصبه وليس لديه جديد. قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الخميس أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع العراق على استيراد الخام منه مباشرة خلال الربع الأول من 2017. وأضاف الملا في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك منعقد بالقاهرة يوم الخميس أن الكميات المستهدف استيرادها من العراق تتراوح بين 1 مليون و2 مليوني برميل شهرياً. وتوقفت أرامكو أكبر شركات النفط في العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر الماضي رغم وجود تعاقد يلزم الشركة السعودية بالتوريد لمدة 5 سنوات. أعلنت السعودية يوم الخميس تحقيق تقدم كبير في خفض العجز الضخم في ميزانية الدولة والناجم عن هبوط أسعار النفط، قائلة أنها ستزيد الإنفاق الحكومي في العام القادم لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف. وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال أي ما يعادل 79 مليار دولار في 2016 ليقل كثيراً عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 عند 376 مليار ريال. ويقل العجز أيضاً عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية لعام 2016 والتي بلغت 326 مليار ريال وخطة موازنة 2017. قالت الرياض أنها ستزيد الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016. قبل الختام تذكير بأهم العناوين. تصدير 78 ألف رأس ماشية إلى مصر. الحكومة تمنح شركة أمطار الإماراتية ترخيصاً للعمل في مشروع سندس. وأوبك نتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط في عام 2017. مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في هذا الحدث الاقتصادي، حتى يتجدد اللقاء في أمان الله.